قبل ما نروح لفقرتنا الرئيسية، وزير الموارد المائية والري والسفير الرواندي بالقاهرة ومحافظ الجيزة بيشهدوا الحقيقة تجربة أولى لزراعة أشجار بامبو على ضفاف المجاري المائية بالبدرشين، وبتؤدي زراعة جسور المجاري المائية إلى العديد من أوجه الاستفادة المتمثلة في حمايتها من التعديات وتثبيت القطاعات المائية وتنقية المية وتغذية البيئة بغاز الأكسجين الناتج عن هذه الأشجار وتنقيتها من نسبة كبيرة جدا من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن العائد الاقتصادي طبعا الناتج من خشب البامبو. نشاهد. في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من كل وحدة مياه في تحقيق التنمية الشاملة، أطلقت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع السفارة الرواندية بالقاهرة مشروع زراعة 201 شجرة من أشجار البامبو رئيسي وطبيعي لتلوث البيئة كتجربة أولى بمنطقة قرية العزيزية بالبدرشين بمحافظة الجيزة. هو في حاجات كتيرة قوي لتنقية البيئة، مش شجر البامبو بس، في حاجات تانية احنا دي حاجة تجريبية بنشوف نتيجتها ايه، لو ثبت جدواها باذن الله هتعمم على اماكن كتيرة. بس انا برضو احب انوه ان هم في رواندا برضو بيعملوا يوم كل شهر لعمل تطوعي او عمل تنظيف، احنا العادة دي ان شاء الله احنا هننقلها في وزارة الموارد المائية والري، بحيث ان يبقى في كل شهر ان شاء الله يبقى في حاجة تطوعية في احد الاماكن في مصر كلها، بحيث يبقى في نشر توعية بترشيد المياه واستخدامات المياه والمحافظة على المجاري المائية من تلوث. المضي قدما نحو تحسين نوعية المياه وتنقيتها والحفاظ عليها وترشيد استخداماتها وخلق بيئة خضراء، تجربة نجحت في دولة رواندا الإفريقية، ما دعا السفير الرواندي بالقاهرة لنقل التجربة إلى مصر. أصلا البامبو ينظف البيئة، أصلا البامبو ينظف الماء، ثانيا البامبو يعطيك الجمال، لأن البامبو يعطيك أكثر من شجرة، ولكن أكثر من هذا هو أنا نريد نزرع الأشجار لزيادة الأمطار، إذا زاد المطر يعني زاد الماء في النيل، لذلك حملتنا حملة مستمرة إن شاء الله سوف لن تتوقف إن شاء الله. النهارده زرعنا حوالي 201 شجرة، ده الأساسي وده نموذج تجريبي عشان يتعامل بعد كده على شبكة المصارف المصرية، طولها 17,000 كيلو، هتاخد ملايين الأشجار. البامبو دوره إن هو بينقي المياه، بيساهم في تنقية المياه الصرف من العناصر الثقيلة الملوثة، وإلى جانب إنه له دور اجتماعي واقتصادي، لأن المفروض إنه زراعته بتعمل بتمتص الكربون من الجو، بتنقي المياه من العناصر الثقيله، بتدخل في مجموعه من الصناعات، صناعه الموبيليا وصناعه النسيج وصناعه الورق. بامبو دلوقتي يتميز بانه بيعالج التربه من التلوث، بيعالج الميه من التلوث، الهواء من التلوث، فدي حاجه يعني متوفره في نبات واحد اللي هو البامبو، بيزيل الملوثات في مياه الري اللي احنا بنعيد استخدامها عده مرات، فبالتالي دي اداه مهمه جدا في معالجه المياه سواء في المصارف او في تحسين نوعيه المياه. والشيء الاهم ان هو بيثبت الجسور عشان يوفر عمليه دبش بالنسبه لنا كري. الشيء الاهم من كده انه بيقلل تبخر المسطحات المائيه بسبب الظل بتاع الاشجار. تؤدي زراعة جسور المجاري المائية إلى العديد من أوجه الاستفادة المتمثلة في حمايتها من التعديات وتثبيت القطاعات المائية وتنقية المياه وتغذية البيئة بغاز الأكسجين. سيد موسى، نهاية الأسبوع.